قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. ترفي هنا عذب جميل. الله، هذا المقطع مرة يضحك. رسالة مين هذه؟ خلنا نقول لولو خالتي بتجي. الله يا لولو، وناسة خالتي بتجي وتسوي لنا فعاليات وحركات وبركات كثيرة. صدقين كنت أحسبها عمتي. يا الله ضحكتيني. أقول لك اتركي عن هذه الحركات اللي مسوية نفسك فلة. عبادي أحسن فلة ولا عمارة؟ من جد الحين أنا الكبيرة ولا هي؟ الله يشفيها. لو شكرا على نعمة العقل. أهلا بناتي الحلوات، بقول لكم مفاجأة. ترى اليوم كلمتني خالتهم قالت راح أجي بعد شوي إن شاء الله. إيه أدري، وقول لك تدرين ما راح يجي معاها مين؟ حزري مين؟ مين؟ عمي أمين. أكيد خالي راح يجي معها. ما شاء الله، وخالكم راح يجي. بس ها انتبهي يا لولو، ما تسوين هذه الحركات قدام خالك. فاهمة؟ فاهمة، بس ودي أعرف أنتم ليش ما تقدرون تعبي وجهدي لكم عن الترفيه. العين هذا التعب والجهد تسمينه تعب وجهد؟ الله يهديك، فاهمة غلط شكلك. ما تسمينه ترفيه وأشياء حلوة وجميلة. الله يهديك. بس يا لولو، بس انتبهي ما تسوين هذه الحركات قدام خالك. إيه باتك هذه التافهة، لا تقولين. يلا يلا دق الجرس، قومي يلا بسرعة افتحي الباب لخالتك. الحين بروح افتح. يلا هنا هنا. اوه معليش، رايحة للصالة الثانية. ليش؟ يلا الله يحييك. تفضلي. اهلا اهلا اختي حنين، شخبارك؟ الحمد لله بخير. تفضلي تفضلي. اهلا لولو. اهلا اهلا داليا. الحمد لله. تفضلي. كيفك يا اختي بثينه؟ كيف حالك؟ الحمد لله. كيفك انت؟ الحمد لله بخير. زمان عنك يا اختي، وش فيك لك جمعتين ما تجين عند امي؟ والله مشغوله، تعرفين البيت حوسه وقاعده انظف. خاله خاله بقول لك شيء، في كيس طايف في السماء، قولي ليش؟ ليش خايف من البلديه؟ هذه اللولو ما تركت الحركات الى الان. الله يهديها لولو، هذه الله يصلحها. بس يا لولو ما يصلح تسوين هذه الحركات. بس انت ما عليك يا اختي، تحمليها يا خالتي، ترى هي دائما تحب الدبات هذه التافهه، تحس بنفسها فله. ما ادري شلون متحمله نفسها اصلا. الله يهديها. بس ما عليك ما عليك، بس انت ريحي نفسك، هذه حركات صغار فتره وبتعدي، وان شاء الله اللولو اذا تكبر وتعقل. وعد يا لولو ما تسوين هالحركات. ابشري ابشري، بس بقول لكم نكته اخيره. في دجاجه باظت بيضه من بيضه من دون قشره، قولوا ليش؟ ليش حاطه شامبو ضد القشره؟ خلاص يا لولو كفايه كده، قوم يلا جيب القهوه. الله يهديك. بس نكت تافهه وانتم تتكلمون. يلا يلا بسم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا بخيات، شلونكم؟ الحمد لله بخير. هذه اوراد بنت جيراننا ابو سعد. يا هلا. بنت ولدهم طفشانة، قلتها في الشارع جالسه على الباب، قلت تعالي معانا تقهوي واستانسي. هيا. اخباركم وشلونك اختي؟ الحمد لله. عساكي طيبه؟ الحمد لله بخير. والله توكي جايه، ما شفناك صار لك فتره، متكبره علينا. لا لا. وين لولو؟ ايش فيها هذه اليوم؟ صايره مره فكاهيه، صايره مره واو، تقول لي انك زعلانه مني وما ادري ايش. طيب وجايك من اخر الدنيا. طيب يا متعب تعالي قلنا نتفاهم. ما ادري والله، خوفتني يا اختي. تعالي تعالي. لا لا تعالي ورات. صدق هذه البنت الله يصلحها، توقع منها اي شيء، تحسب نفسها كوميديه. لا لا زي ما سببت لنا مشاكل. بس ما يلا تصدق انا اعرفها، بس قلت انها سماجتها لي شوي مزحه خفيف، مو مره تزين. زي ما صدقتها. بس صدعت راسي ترى من الصبح، من سويت لي فكاهيه سخافه جديده واشياء غريبه. قالت انت انا فله ولا عماره؟ والله انا اليوم شفت استظرافها، ما توقعت انه وصل لها الحد، يعني مره صارت خفيفه الدم بزياده. انا الصراحه يا اختي بثينه اتوقع من الام، اتوقع اختك ترى. لا بس الله يهديها، هي دائما تروح لصديقتها وترجع ما ادري ايش صاير لها. احنا نعلمها. اسمعوا انا عندي فكره، عندي خطه، راح اعلمها وراح اخليها تشوف النجوم في الظهر، عز الظهر. اسمعوا يلا كذا جيت هابا، وناكلها على قولها.
اضبطك انت لهما بس انتم مش معي ها؟ ليش السلام عليكم يا خالي كيف الحال؟ وعليكم السلام يا هلا من لولو يا هلا كيف الحال ولا كيف الاخبار؟ يا اخي اعوذ بالله يا اخي بطني بتقطع شو اسمه استغفر الله بنتك مره سامجه سامجه ماما نرسي عورني عادي اليوم نروح المستشفى في الليل في الليل ولا الصباح؟ الله يبقى في اخر خبر وش فيكم خلاص كفاية وش فيكم يا اخي نضحك مبسوطين فينا حاجة ولا ما فينا حاجة استغفر الله العظيم صح صح احنا حبينا نتعلم منك يا بركة الترفيه سمعتي شفتي كيف خفة الدم فيك يا حلوة خفة الدم كانت حتسبب مشاكل واشياء وتزعل بعض الناس زين انك تعلمتي وعقلتي أنا آسفة يا خالي وأمي وأختي وخالتي ما راح أكررها مرة ثانية وما راح أستخف دمي مرة ثانية إن شاء الله وأنا أتعلم درس وما راح أكررها مرة ثانية الحمد لله إنك تعلم الدرس وحياكم الله في برنامج بنات على قناة البيت للأطفال علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع